المنظمية كذلك عضو في جمعية أجيال. إذن تكريم الحاج محمد الشاوري الفاعل الاقتصادي من دوار تيزيرت. إذن هنيئا لجميع المكرمين في إطار الدورة الثانية لمهرجان أجماك إيدوغ نظيف. شكرا. إذن المكرم الموالي المرحوم ألحيان الحاج عبد من دوار أيوفيس مرف لسينوب. لسينوب الحفيد السيد إسماعيل ألحيان. إذن ننادي على سيد ألحيان إسماعيل رادستيف كومتنا السيد الحاج عمر كبريم رئيس جمعية اللبان وأمين مال جمعية أجيال. إذن من دوار أيوفيس الفاعل الاقتصادي المرحوم ألحيان الحاج. سي الحاج ابراهيم تادي ورسي لزمتنا السي ميلود بكري كاتب عام جمعية أجيال. رادستيك السيد يوسف أمزيل رئيس جمعية رئيس جماعة أوبنز. إذا من دوار أيوفيس تكريم الفاعل الاقتصادي المرحوم ألحيان الحاج عبد. سيد يوسف أمزيل وليد نحاح حاضر. إذا رانغر إيكوماتنا السي رشيد بوكر مدير مهرجان أجماك إيدوغ نظيف وعضو بجمعية أجيال إيدوغ نظيف. نفرو كانديتون إتما ديست ماي وزاد نغساد اللي كاني ويزا مقران نول مكار أجماك إيدوغ نظيف غيد حتو زومت إيدوغ نظيف راون تينيتان ميرتنون اللي حديدو فورم الفعاليات المهرجانات حتى سوت تنسى تسنات. إذا شكرا لمدير مهرجان إيدوغ نظيف أجماك إيدوغ نظيف سي رشيد بوكرن في تكريم المرحوم ألحيان الحاج عبد الفاعل الاقتصادي من دوار إبراهيم. إذا الحاج إبراهيم تليوا عفوا الفاعل الجمعوي من دوار تبنانات. إذا المكرم الموالي المرحوم بليلة الحاج سعيد. الحاج سعيد بليل الترحم ربي النقرة يلتمثلنا حمانال بليل تتريامز تسمرت مختوكا النقرة السيد الحاج طاهر ببراهيم. إذا من دوار تلات موس الفاعل الاقتصادي المرحوم بليل الحاج سعيد المكرم الليلة من طرف جمعية أجيال إيدوغ نظيف للتنمية المستدامة. سي الحاج طاهر كبراي. رادستيف كوماتنا حسي سيد رئيس جماعة سيدي عبد الله البشواري السيد روداني راس نقرة غادي يكون في المنصة. إذا ننادي كوماتنا سي حسن أشكالو. إذا سي حسن أشكالو ينوب عن السيد أشكالو محمد سفير المملكة المغربية بدولة فنلندا. تبارك الله كلي نسن الكفاءة إيدوغ نظيف في جميع المجالات في جميع المناطق سواء وبنس تمازير ولا ورانس. يعني تشرف انت مازير تشرف انت قبيت إيدوغ نظيف يعني نتمنى المزيد لقدام
السي حسن شكالو السيد رئيس جامعة سيدي عبد الله المشواري. إذا سي حسن أشكالو يتسلم لو تروفي من رئيس جماعة سيدي عبد الله البشواري تكريم السيد محمد أشكالو سفير المملكة المغربية بدولة فنلندا. إذا